السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأبناء من الألف إلى الياء. نظرا طبعا أن في أسئلة كتير جاتني النهاردة على حسابي على الفيس، أسئلة كتير بتيجي عن المواليد والأمهات واللبن، فقررت النهاردة إن شاء الله نتكلم، وخصوصا بما أننا اليومين دول في موسم مواليد بالنسبة للمعز والأغنام يعني، فقررت نعمل فيديو ده مخصوص للأمهات، إزاي تحصل من الأم على أعلى معدل إضرار لللبن، وإزاي تحصل من الأم مواليد حجم كبير وصحة ممتازة، بالطريقة اللي هنقول فيها في الفيديو مع بعض إن شاء الله النهاردة. أول حاجة لازم تعرف احتياجات الأم، أكتر وقت بتحتاج فيه الأم للتغذية هو بالنسبة للأم الحامل، بتحتاج للتغذية بداية من الشهر، أكتر وقت بتحتاج فيه بداية من الشهر الرابع والخامس، يعني آخر شهرين في فترة الحمل وأول شهرين في فترة الرضاعة، الشهر الأول والشهر الثاني، يعني 4 شهور متتالية، الشهر الرابع في الحمل والخامس بعد كده بتولد، الشهر الأول والثاني في الرضاعة، دول أكتر 4 شهور بتكون الأم محتاجة فيهم للتغذية السليمة الموزونة. ليه؟ لأن طبعا الجنين بيكبر في الأم في بطن الأم، بداية من الشهر الرابع بيبدأ يظهر حجم البطن كبير، الجنين حجمه بيكبر بيحتاج احتياجات كبيرة من البروتين، بيحتاج احتياجات كبيرة من الكالسيوم والفسفور، بناء العظم واللحم. فعشان تحافظ على الأم كجسم الأم، يعتبر الأم مظبوطة ويحصل على احتياجاته من العلف، لو أنت ما اهتمتش بالعلف هيحصل احتياج الجنين هيحصل احتياجاته من الأم، هيقسم الفايض عن حاجة الأم أو هياخد من عظم الأم ولحم الأم وهيتقسم بين الأم والجنين. وبعد ما تولد هتلاقي مولود ضعيف ومفيش لبن والضرع مفيش، فأنت عشان تهتم تشوف أحلى ضرع، ما شاء الله الضرع كبير ما شاء الله عليه وتلاقي فيه خير ياما ما شاء الله وجنين نازل صحة كويسة وحجم كويس، لازم تهتم وأنت بالشهر الرابع والخامس تبدأ تعلف كأنك بتسمنها، كأن الأم داخلة تسمين. ما تخافش من العلف، ناس كتير كلام فاضي يقول لك العلف بيعمل مشاكل في الولادة، بيعمل عسر في الولادة، لا كلام فاضي خالص، كلام ملوش أصل من العلم، بالعكس بالعكس بالعكس، كل ما تعلف كل ما تفرج على الأم في ولادتها إن شاء الله، وزائد إن العلف والصحة الكويسة بتمنع كتير من حاجة اسمها تسمم الحمل، الكل بيشتكي منها في الشهر الخامس، النعجة أو المعزة حامل في الشهر الخامس وقاعدة ما بتقدرش توقف، بتنام ما بتقدرش توقف، بتقوم ما بتقدر، وحركتها ضعيفة خالص، يا دوبك تقعد في الأرض ما بتعرفش تقف، دي علامة من علامات تسمم الحمل نتيجة سوء التغذية. فقلنا الاهتمام بالتغذية في الشهر الرابع والخامس بتمنع تسمم الحمل، واللبن تقدر لبن ممتاز، صحة ممتازة، حجم كويس للمولود. العلف بيكون كأنك بتسمن مفيش أي مشكلة، يعني لو استخدمت العلف اللي احنا بنتكلم عليها دايما، السعرها حاليا سعر ممتاز، اللي هي الذرة والردة والصويا، بتستخدمها في آخر شهرين من الحمل إن شاء الله تفرج على الجنين وعلى اللبن لما الأم تولد. زائد الإضافات، ما تنساش الإضافات، الأم بتحتاج إيه إضافات في الوقت ده؟ بالأخص عنصر ثنائي الفوسفات وعنصر الكالسيوم اللي هو كربونات الكالسيوم، اللي هي بتحتاج عنصر الكالسيوم والفوسفور. دول أساسي بيتزودوا شوية في العلف، يعني الأم في الشهر الرابع والخامس ممكن تضيف 5 كيلو ثنائي فوسفات على 15 كيلو كربونات كالسيوم على العلفة بتاعتك، في اللي هي الأمهات الحامل في الشهر الرابع والخامس وفترة شهرين أول شهرين في الرضاعة، لأن الأم بتحتاج برضك كالسيوم عالي عشان تستمر في إضرار اللبن. ما تستناش الأم على ما تولد وبعد كده تتصل تكلمني تقول لي الأم مفيش لبن، الأم ولدت والخلفة ضعيفة وهي ما فيهاش لبن، الخلفة جعانة أرضعها بلبن بقر أعمل لهم إيه؟ لا، الاهتمام من قبل ما تولد، قبل ما تولد اهتم بيها، اتفرج على الخير إن شاء الله بإذن الله اللي هيجي لك. وطبعا رقم واحد زي ما قلنا قبل أي علفة لازم الأم أو الغنم تكون سليمة نظيفة من جوه، الكرش نظيف خالي من الديدان، لو في ديدان اعرف إن العلف بتاعك مش هتستفيد منه، مهما تعلف مفيش زيادة هتظهر، هتلاقي الام ما بيظهرش عليها اي علف، ده علامه على وجود الديدان. طبعا الايفوماك قلنا ما بيتاخدش للعشر، بس راجع للمنفعه، يعني الام عندي في الشهر الثالث
والام ضعيفه بنعلفها علف كويس بس مش ظاهر عليها اي علف، معنى كده علامه اكيد على وجود الديدان. استنى على ما تولد كمان شهرين ولا احقن؟ هنقول لك هنا راجع للمنفعه، شايفها تستحمل لغايه ما تولد وتبقى هي بصحه كويسه وابنها بصحه كويسه، يبقى استنى بعد ما تولد اسبوعين ثلاثه وتحقنها ايفوماك وتديها شربه للديدان. لا والله الام شايفها مش هتستحمل، لا يبقى انت تدي الابره وانت ونصيبك. نسبه الطرح، نسبه ان الام تطرح او تسقط الجنين بتاعها من الايفوماك، النسبه بسيطه 3 4 او 5% بالكثير، وممكن ما يحصلش خالص. يعني ممكن 100 ام حامل ياخدوا ايفوماك ما فيش ولا واحده تسقط، وممكن النسبه 3 4 5%. فانت بتدي على الاقل تحصل على الاقل، يبقى استفدت من الام على الاقل، يبقى استفدت من الام احسن ما الام والجنين يروحوا في الزباله. ممكن الام تضعف زياده عن اللزوم وهي بتولد تموت، تموت الام هي والجنين، يبقى لا حصلت الام ولا حصلت الجنين. فانت تهتم تدي طالما هي مش هتستحمل لغايه ما تولد والعشر لسه صغير، لا اديها ايفوماك الاول عشان خاطر تنظف الديدان ويبقى العلف اللي انت هتديه لها يظهر عليها ويظهر على الجنين اللي في بطنها. وزي ما قلنا، قلنا الاضافات وقلنا العلفه وتم. وانا عاوز اراء المشاهدين والمتابعين، لو اي حد بيجرب بيعلف ما كانش بيعلف يجرب يعلف الشهرين دول ويورينا شكل الخلفه ويورينا شكل اللبن ان شاء الله. وفي النهايه طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.